بمراراي وطني بمراراي وطني كنت ذا فرض عليك كنت ذا فرض عليك وحدة ابنك لي وحدة ابنك لي نخرتك عربيك نخرتك عربيك بمراراي وطني بمراراي وطني كنت ذا فرض عليك وحدة تبنيك لي وحدة تبنيك لي نخرة تقعرها بيك نخرة تقعرها بيك نمر راي وطني نمر راي وطني كنت ذا فرض عليك كنت ذا فرض عليك وحدة تبنيك لي وحدة تبنيك لي نخرة تقعرها بيك أنا صور الحراش واسي أجلبات مرحبا 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 هو عجبتني اخلاقها وعجبتني حالها كامل في الحال ديالي مع انني تجاوزت الحمد لله سبحان الله قررت اني نغير العدلان قررت اني نقدم التصالح انا بقيت مثلا الكيل هاك كثير باش وجهت نظرك استعدادك تعرف انت وانا لا ولا وجه البن لا البن وجه الرسول ما كيف انت يقال عليه كان واصل قال الدار ما فيها حد تسوى ولكن اللي تعدل الواعي على راسه قال له دخلي ذاك اليوم ما في المرأة قلت لها طلبات هي اللي انت وافقتي وذاك اللي قلت احنا جاتنا اللي تفضلت مشكلة الا مدة وافقت هي لا يقول ان احنا عدوا لك ما تخلينا مطاعم معها راسه وارك اللي انت قيسها هي وانت وافق انا لا السمع والطاعة دايرته على راسي وما سمعت لك شيء وانا ما قد نصرف شيء ما فاتي لين جات جل بفاق بشارة كما تعلم ما قدر بقرة ما كل يوم يسوي وانا بعد معاكم ساعدتك ذا كامل ان شاء الله يا ما عنده مشكلة في التالي قلت لها كامل لكن قالت لي نعرفه ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة لكن قالت لي انا هي نعرفه لكن قالت لي نعرفه والله ما عنده لك حالة لكن قالت لي انا نعرفه والله والله اكيد قالت لي العرب والله ما عنده مشكله اكيد قالت لي العرب
طحانة. أنا نهار نهار جيت قلت لك أنا خاطبك كل يوم جيت اخترت من غير ما راح على شيء نجي نمشي نريح الحمد لله. مثلا نحن واقفين الحمد لله جيد مريح عند أحد مشكلة أنا أخذت راح كان جاي شدية بدي نعرف وضعيتي نعرف حال الأختية فيه نعرف حال الأسرة كامل نعرف حال الخال الأسرة كامل صار كان لابد أنا في خلال الأختية الوالدة جيت قلت لها قالت لي ما في مشكلة أنا أنت والأخت ولا رسول والبر حاصرة لا تحان ونحن ما عندنا مشكلة قلت لها عنك أخي قلت لي أنا نعرفه هذا اللي قلت لي ما عندك مشكلة وأنك قلت لي نعرفه بدي أخي قلت لي باطل تعرفي غير نعرف عنك ما عندك مشكلة وقدر تقلب علي كامل مثلا تمدى تقلب على حياتك كاملة وضعيتي صرتك قد صنتني صرتك الدوائر علي وشي رزاق بيان المديرين تقلب علي أنا شفت قلت لك كم مرة فت قلت لك أنك تتصل معايا معناها أنك تتصل معايا لكم مش عليك أنا بعدك يا سي بعيدة سمعت شوفي بعود التسام وأنا شفت أنا قلت لك أن الدش هنقوم أنا ما فت لك عنك ليه ما تنساني دور نعدل لك شيء ما تنساه في حياتك لين كركرك إلى الأبد شيء لابد من مدة تفهم بعد أنت تعرف عني أنا وأنت ما كانت عندي مشكلة تعرف عني ما في مشكلة وعايشين الحمد لله في الأخير إحنا مستعد تعرفنا إحنا في المشاكل عايشين من بيدة واحدة ولا عندي مشكلة والله كل يوم نختار نعيش ولامه ونعدل وننسى حياتنا كاملة سعيدة وتنتية نعرف عن مشاكل كانوا يقول لي وانا مو يقول لي شيء أما له حق الله هذا حق بحر وخاتك ساكن معاك هذا اخوي شي داك اسبوع ديك مولي انا صري خايش مولي يحد بيدي هو المشاكل من راسه لا تقولي هو ودي جبني انا المشاكل لا تقولي انا صري خايش لي نقول انا ما نجي المشكلة انا الحمد لله ضرن جيد بارك ضرن سيد فتك ضرن عدل الكوات اللي بيه قاعد عم اخوهي اخوات ضرت عدي فرقة فرقة حالة قضي فيها الحمد لله طبيب مش تقبل عنده مشكلة عنده عدد كاس من المشاكل خلهم لما له حق يا أبي شو ما قلت سورة وقالت سو هي قال خالم ولي خالم ولي لا كدي في لا تقولي يا لا كدي في سنة قلت سورة وصمع اليوم قلت سورة على النخلة لا تقولي يا أبي وتعين عن سيف تهيل والد عنها يعني نقول لها أنك ما عندك بيقتي لا عندك مشكلة قلتي أنا عندك كذا لا قام في مزاح معيالك صار لا كذا بدي أنا يزرقك هذا صار لا كذا ده عدل ده مزاح تطلع فيه هي لا تمزح لا تجوق عليه دائما النوع تقولي لا تدخل عيني ما أنت تختار مثلا أنا وما نعود مثلا ما هو صالح تختار مثلا نعود أنا وما تيجي تقول عشان كيف تخسرين أنا مثلا أنا وما شو جاب نص الحاج جاب سويت أكشي بنص الحاج لا بدون عود أنا وما تيجي مثلا متعايشين دا ولا شيء انا مالي منين قلت هاك انت قلت هاك الخاله ما عنده مشكله الخاله راضيه ما عنده مشكله وخذ مالي شوف يا راعي قاعده ما عنده مشكله حتى مريم مالي ما عنده مشكله اسمعك يا ديش وده رشيد وده مريم وده المحجوب ما ينفع ليش سمعت دراني قسمت لك بين قد صحيح والله مهم لاني وين بابا يعني انا نقبل من هذا بابا لعنك اتصال معي لانها مداعبه ريانا انك نسيت وحان وحان ما نسيت وحان شوف انا ما نقدر نستاك الطريقه ودا اول خالك دا بخش تعرف شو مونك عندي ما مونك عندي كنت ما انا ما ودا اول مونك عندي انا يا حبيبي بره دخلك دا شوفي انا ذلي انا ذلي مولك عندي اسوء وشي كامل لا يقربك مني شي كامل لا مثلا يجعلك على انك تقيم انا مستعد اسوء وشنو في حياتك شلك قعدت لي دور الوتات دور تجربه قعدت لي دور الديار دور تجربه مالي عن شباب حد يشرب من الصنع قعدت لي دور ايش انا عارف شنو على ما شاء الله الله يعني شبه حد وعلى نفهم من القضية عندك موافقة عليها ولا عندك معاملة ما الله ماني موافقة إذن عني ماني موافقة لا بد أن يبقى شي ما عدد الدنيا خلي كامل
اسمع شو اخبارك؟ الحمد لله ما عندنا مشكلة. شفت هاي كلها انا وخالتي متعايش معايا ياسر من زمان قيت انت وياك ما عندكم مشاكل؟ ان شاء الله ما عندنا، لان اختار انا وهي نعود الى نناقش ذاك الموضوع. صار عندنا يا اخي ما عندكم مشاكل؟ عندنا مشاكل عن ابي يقسم، انا قنعت ما ابي يقسم يقلي بالواية حسبية ضرورية. نحن لابد نعيش حياتنا، لابد نعود لعمل، لابد نعود مثلا عايش حياتنا كذا. انت شريك انت دور لحد حياتي من يعيش وضعتي يعيش من يعيش معك انت. اها لا تعرفوا اصل يا خالي ما تعيشوا حياتي اصل قلتوا عيشوا حياتي اصل لين عندي يا خالي. سلمان انت ما راش عدل ما عدت رجعت ما نقلع عنها دين وقال لها وجيها الصبح وجيها الدحميز وجيها القايله ما لها خاو عينها لكن سمعتني انا من قلت لها والده وقالت لي ما عنده مشكله انا قالت لي من قدي ما عنده مشكله قلت لها عني مشكله غالت ايش اي غالت السجرة ما انا غالت السجرة اللي راح تشيل متعزمة شوية تمام الدنيا والدها قالت لي هو كنت ندور قاع وصبر بنا لما انا ولا عندنا مشكله والوالده صافر صافر على مثل الراس وجبن منعد هم على ماكم ودرتوا عليه السكر نشربوا وتوم ما لي الزفيش ما لي يحلو السكر درتوه ما لي يحلو الحلو بعد تشربهم اللي زين مش به ده حد صالح ما الله ما لا يا حلاوه بعد قول قول هذا معنى لا سكرنا قول خذ فر اشربوا زينة الله يشرب الدور حلكم زينة يا صاحبي صاحبينك زينة أنا بعده هو جيت هون وقعدت عدلت لي عدل الشباب وطلبت كاس من قهوتهم هذي هذا بعد يبدو لي إنه هو اللي هو اللي عدل من بعد قاعد شهور أخبار سنة مثلا شوف ذا العالم الفضاء يقلبها من مني لا بداني نعرف طريقة مثلا قد مثلا حصل بهذا وتاتهم هم زن الناس والحركة ظهر غير هم من ست مفكر طريقة اللي لهن قد مثلا أنا في العالم بس من حالة قد يحصل من الفضل لا بد أني من الفضل أنا دائما أشوف فيه قاعد إلى هذا المقاع أشوف من يجيب مالك ورد هو حامض قاع يقال كان واسع فارغة لي مثلا تقنص هاي الصورة اللي نعرى بعد قاع رأي أنا مستعين قد مستعين واسع كما قلت قبيل أنا فكرت قبيل لأني باين عدل هاي المنظمة اللي قالها منظمة مكافحة الرجال اللي كانوا باباتيهم ولا تلاو باباتيهم هاي المنظمة اللي نمشي نروج لها مثلا نتعيدها الواقيش ومن خلالهم تم نقضى الرجال وندير فيهم ونقول اني انا عندي منظمة لان معروف بها قاع انا دولي قاع ندور ان شاء الله ندور لا نقرف لي هاي ضرك شو عدلهم دي
خسرتك بعد يا مريم بدنك تدمري لين انت بعد حستيني قعدتيني الى البيده ابشري جايك نوع من الدمار ولم ذلك من الاليات بي ابشري وهذا في الحقيقه ما يجد حد مثلا يوفيه ما هو لا بد ان يعدل هون قضيه والما خاسر ليش لا في الحقيقه من قلت الطرف ما هو اني حد توف ذاك دور يتعدل كامل حبي ندان الحبي نباني يا ابني ودان يا ابني وداني وحلوي زماني وحلوي زماني خذيتني الموش وخذيتني الموش ما درتش احوشو ما درتش احوشو اي ولا واحد ولا مية ولا البو ستمية ولا غير الودة هي ولا مريوم ريومه هناك دور تشوفي في فافار دور جابر جمس كيس وانا بعد على كل حال حامد المولانا اللي هنا قرواطاني موريتاني ومتمونك خاطفي الارياح حد حقيقة وحكمة قلت اللي هي دمرتني كل شيء عدلتولي حد مولي في وطن ويبشر ما عنده مشكلة يدور ذاك كامل يتعدل يدور يقدر يلاحق اخلاقه يدور يجبر ذاك كامل يلي الوطن مونك الوطن هو الام حقيقة وحكمة ما عاقب المرأة من الوطن ما عاقب المرأة من لمات ما هو الوطن الوطن أم تحمل الناس كاملة شوف الوطن أنا وارك حاملني بكداري هذا وبويلي وحالتي الوطن ما قد صفط فيه لا قد مثلا هو ما عندي مسؤولة أن الوطن مونك ومول هذا بعد مبشرني أنا هكيا ولا عندي مشكلة بدور ذاك يتعدل كامل بإذن الله تعالى طيب يتعدل ورمني نعقب من عدم دان من فضل من عدل لا قوي الله بالله المتين إلا أنا شريف الدراري الزيني نلبس هاي ضرك والصبح نبسخة دور تعقب تعدم ولي والتزينة وقد مثلا عندي هيليغانس هذه من هيليغانسات مهاولي حركوهم والله برادو هذه والله جاكسون هذه قدوة زينة بعد على كل حال عقب ملي تقول تلفوني أريضة وانت من لا نعمل هاف ونعمل هاف والحال يدور يتغير تعقب هي تقول تلوى ديارة دور بعض قاعد لا ما نسوى العالم لا نشغل فيها وفي الحقيقة نارك لين قوم نقيس مريوم تراوحوا شهر الله بعد اللي الدحسة ولا نجبيه وحين دري بس لين واسو ما عندنا يكون هاد مرا راي وطني مرا راي وطني كنت ذا فرض عليك كنت ذا فرض عليك وحدة تبنيك ليك وحدة تبنيك ليك نخرة تقعرها بيك